شرفه لان عبد الحليم حافظ ما ماتش ولسه موجود حتى الان بيننا. النهارده احنا بنحتفل بعيد ميلاده وبنقول ان عبد الحليم حافظ طبعا هو خاتم المطربين العظماء او خاتم المطربين العمالقه. مش بقول كده تقليلا في المطربين اللي ظهروا بعد عبد الحليم حافظ اللي مصر ولاده وتلامذه عبد الحليم كثيرين، لكن في الحقيقه ان عبد الحليم هو فعلا خاتم الاصوات الموهوبه والعملاقه والعظيمه.